Becoming an entrepreneur or a business leader means going through many hardships, leading to enlightening situations. That's why we've chatted with the most accomplished people out there to motivate you with their tips, tricks, and success stories through our 23 Questions with Heartwork, the CIS edition. Mazen, hello, hello. ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ Can we ask you a couple of questions? Of course. تحبوا طيب ناخد تمشيه شويه؟ Please. يلا. On a scale from 0 to 10, how excited are you today? Scale from 0 to 10, I would say a 10, a good 10. We all are. Describe yourself in a hashtag. A hashtag that would describe me is genuine. True. What's the one thing people do not know about you? One thing people don't know about me ممكن يكونوا مش عارفين الهيستوري بتاعي او مش عارفين الجيرني بتاعتي الطويله ان انا كنت بشتغل في كوربريت وبعدين قررت ان انا اسيب العالم الكوربريت ده بعد 14 سنه خدمه في كوربريت وقررت ان انا اخد بروجكت اون ماي اون وابتدي حاجه انا بحبها. الموضوع كان صعب شويه بس يعني الناس بتشوف الاند ريزلت في الاخر ما بيبقوش عارفين انه في جيرني كبيره قوي وساكرفايسز كتيره حصلت عشان نوصل للحته دي. ف this is one thing that people probably don't know about. That's really inspiring. What do you like the best about your work? اكتر حاجه بحبها ان انا بصحى من النوم وانا مبسوط ان انا بعمل حاجه انا بحبها وبحس ان دي حاجه ناس كتير قوي ممكن ما يكونوش حاسين الاحساس ده او مش عارفين ان هي حاجه ممكن تبقى بوسيبل اصلا في الحياه لان انا فور ذا لونجست تايم ما كنتش عارف ان ده اوبشن. كنت فاكر ان الواحد لازم يكون بيشتغل حاجه وما بيحبهاش لفتره لازم يبقى متضايق بالظبط كده نقوم الصبح نروح الشغل. طيب بري كوفيد اور بوست كوفيد ورك؟ بري كوفيد ولا بوست كوفيد؟ كوفيد بالنسبه لي كان يعني تعالوا نتكلم على كوفيد نفسه كان فتره بالنسبه لي وحشه جدا عشان كان في داون فظيع. ف قبل الكوفيد الدنيا كانت شغاله كويس بس هقول لك على حاجه اي ثينك كل حاجه بتاخد مجراها بطريقه كويسه زي انه الناس ابتدت تاخد بالها انه الاونلاين او الفوكس بتاع الاونلاين بقى ازيد بكتير بعد كوفيد لان كوفيد انتنسيفايد الاحساس ده قوي فكله بقى متجه الاونلاين كده ولا كده الجيرني دي كانت هتحصل بس كوفيد خلتها تحصل اسرع بكتير. What didn't you see coming in your work journey? What I didn't see coming in my work journey, let's go big. كنت في الأول ابتديت بهوست شوية artists عندي في الشو بتاعي عشان يطلعوا يغنوا يبينوا الميوزك تالنت بتاعتهم وكان الهدف كله إن أنا عايز أديلهم بس شوية اكسبوجر عشان ما حدش يعرف عنهم قوي فقلت أديلهم بوش كده على السوشيال ميديا ويبقى ده يعني الكونتريبيوشن بتاعي فور giving back to the community. اللي حصل انه الموضوع تطور الى ان دلوقتي معانا 35 artist بنمانج وبنعمل لهم workshops regular عشان نفهمهم الميوزك اندستري اكتر وبقى معايا شريك فالموضوع كبر قوي وما كانش معمول حسابه خالص كان في الاول بادي بفكره ان احنا عايزين بس نسبورت الميوزك اندستري ليس اكتر. How has being a business owner affected your life? موضوع being a business owner ده صعب شويه لانه بتضطر ان انت تبقى مدير نفسك وانت اللي بتبقى رخم مع نفسك لما بتعمل حاجه غلط او لما بتتاخر على الشغل او لما بتصحى من النوم مش مجهز نفسك هتعمل ايه اليوم كله. فلما بتبقى المانجر بتاعك بتضطر ان انت تبقى المانجر الرخم اللي بتبقى هارش على نفسك عشان تقدر تأدي لان لو صحيت من النوم ومش عامل بلان او سايب الدنيا زي ما هي كده تمشي الموضوع هيقلب انتخى هتلاقي نفسك ما بتعملش حاجه في الاخر وما فيش اي كوميتمنت ولا اي ريزلتس بتطلع. How do you adapt to change? I very much adapt to change. حاجه من الحاجات اللي دايما بحب اعملها هي ان انا اطلع بره الكومفورت زون بتاعتي عشان طول ما انت مزنوق جوه الكومفورت زون عمرك ما هتقدر تعمل حاجه جديده او تبقى انوفيتيف او توصل لمرحلة تانية غير اللي انت متعود عليه. طول ما انت قاعد مستريح خلاص بيقلب روتين والروتين بيقلب انه البرودكتيفيتي بتقل غصب عنك. Now this is something I personally want to ask you. What motivates you? What motivates me? What motivates me حاجات كتيرة قوي
منهم ان انا اشوف ستوريز بتاعت بني ادمين مختلفين، منهم ان انا احاول احط لنفسي لونج تيرم جول عشان اشوف ازاي اقدر اوصل للونج تيرم جول ده زي ما قلت من شويه عن طريق ان انا اطلع بره الكومفورت زون بتاعتي. الموضوع بيبقى تشالنجينج وفي نفس الوقت فيري انترستينج ان انا اعرف اوصل للحته اللي هي عايز اعمل حاجه جديده وفي نفس الوقت عايز اتشيف ات بطريقه مختلفه عشان لما يجي لما اجي ابص على الريزلت الاخراني ابقى مبسوط منه وابقى مبسوط من الجيرني نفسها. لان if you're not in love with the journey مش هتبقى حابب اللي انت بتعمله، لازم تبقى حابب الجيرني نفسها. True. And what inspires you? What inspires me? Stories and people. دايما الناس اي حد هتساله قصته عامله ازاي او هو وصل ازاي اللي هو فيه النهارده سواء هي حاجه كويسه او حاجه مش كويسه دايما هتلاقي وراه قصة عميقة، والقصة دي هتعلمك حاجة أو حاجتين هتقدر تطبقهم لو أنت ركزت في الموضوع هتقدر تطبقهم في حياتك وهتتعلم منهم حاجة وهتبقى inspired منه جدا. What's the definition of success? Success is reaching a point. ده بالنسبة لي برضو ده مش لازم تبقى حاجة definition متعارف بيه عالميا، بس success بالنسبة لي هو أنك توصل لمرحلة أنك تصحى من النوم تبقى عارف تعمل اللي أنت عايز تعمله الوقت اللي أنت عايز تعمله. You make me jealous. لسه احنا ما وصلناش للسكسس ده بس يعني hoping دايما ان احنا نوصل للحتة دي. طيب what's your greatest fear? Greatest fear. والله greatest fear ده سؤال مش سهل يتجاوب عليه لان في fears كتيرة بتحصل. الواحد دايما بيبقى عنده خوف ان هو ما يعملش الحاجات اللي هو نفسه يعملها. بيخاف على اهله، بيخاف على اصحابه، بيخاف على الناس القريبين منه، ففي فيرز كتيره جدا مفيش حاجه منهم greater than the other. بس في الاول في الاخر هي it's how you deal with your fears. هو that was actually my next question. How do you manage your fears? كل واحده ليها طريقتها وكل واحده هقول لك من الاخر managing the fears I think هو التوكل على ربنا وتبقى انت accepting لاي حاجه تحصلك. كنت لسه بقرا كتاب اسمه The Surrender Experiment. سيلندر اكسبيرمنت ده بيتكلم على ازاي توصل لمرحله ان انت تبقى مبسوط نو ماتر وات الريزلت الحاجه اللي انت بتعملها دي عامله ازاي. فبتسيلندر للريزلتس كلها سواء هي حاجه كويسه او حاجه انت حاسس ان هي مش كويسه بس هي في الحقيقه ممكن تبقى كويسه اون ذا لونج ران. بيرفكت. ناو وات بروت يو تو كرييتيف سامت توداي؟ كرييتيف اندستري سامت. انا واحد من اللويال اتنديز بقالي 4 سنين. من اول مره جيت الحقيقه اتعرفت فيها على مي ونعمات وبقينا جود فريندز سينس ذن. والسنه دي الحمد لله من الحاجات المختلفه كمان اللي عملتها ان اي سجستد ان نبدا حاجه اسمها كونتنت كون. كونتنت كون از فوكست مينلي على كونتنت كرييشن وده هيبقى تراك من التراكس اللي هتحصل هنا بكره. انا اللي مهندل التراك ده وان هوبس ان ده يبقى البيبي اللي هنبتدي بعد كده نعمل منه a whole event on its own. ف content con ان شاء الله at some point عايزينه يبقى a standalone event ان شاء الله. Now I understand your workplace is your house. Yes. But how would this environment affect your productivity? والله سؤال حلو قوي لان هو فعلا بيأفكت البرودكتيفيتي وبيأفكت بحاجتين. انت بتبقى مستريح قوي في الورك بلايس بتاعك في اوقات بتنسى ان انت تشتغل. وقت الكوفيد مثلا كنت بصحى من النوم قررت ان انا لو فضلت صاحي بالهدوم اللي انا نايم بيها او بالبيجامه اللي انا نايم بيها مش هبقى برودكتيف. فبقيت اصحى كل يوم 6 الصبح اقوم استحمى والبس لبس اكني خارج واقعد على الكمبيوتر اشتغل. فدي عشان من اشتغل بجد. عشان اشتغل بجد عشان اخد المود بتاع الشغل اللي مش ده الحته اللي هي ممكن تبقى حلوه او مش حلوه. الورك انفايرمنت في البيت نوت فيري ريكومندد انليس هتعرف تكنترول الاحساس بتاعك وانت في البيت. لان عاده البيت بيبقى ايه المكان اللي انت عايز توصل له اخر اليوم عايز تبقى مستريح تخش تريلاكس. فهتقلب ده شغل وكمان في نفس الوقت يبقى المكان اللي انت بتريلاكس فيه اتس ليتل بيت تريكي. ترو. ناو هاو دو يو انفست ان يور منتال ويلنس؟ اوه دي جيرني ما بتخلصش وبعدين بتطلع وبتنزل كتير. ما ينفعش تبقى على طول عرفت انفست وما ينفعش على طول ما تبقاش بتنفست. ففيها مديتيشن وفيها صلاه وفيها كونكشن مع ربنا فيها ريفلكشن وتقعد تجورنال وتقعد تكتب حاجات عشان تعرف بعد كده الباث اللي انت ماشي عليه ده اوقات بتنسى انت ماشي في باث صح ولا غلط. فلازم الحاجات دي كلها تحصل عشان تعرف
at least adjust the path بتاعك تبقى موجهه للناحية الصح أو اللي أنت شايفها صح. Cannot agree more. What skill are you working on mastering recently? A skill I'm working on mastering هي أن أنا أبقى I really don't care what others think of me when I do something. دي حاجة من زمان بحاول أعملها. زمان كنت بتكسف جدا جدا, كنت خجول قوي. و throughout the years بحاول أحط نفسي دايما في situations ما بقاش حاسس أنه الموضوع comfortable بالنسبة لي, زي أن أنا أعمل talks أو أن أنا أطلع on camera أو زي اللي احنا بنعمله دلوقتي. ده بالنسبة لي زمان عمري ما كنت هعرف أعمله. يعني دايما بحاول احط نفسي through the process of ان اخلي الموضوع يبقى uncomfortable عشان بعد كده لما بتتعود عليه بيبقى comfortable after a while. True. Do you think there is a certain formula or some sort of characteristics for a successful entrepreneur? I think persistence هي اكتر 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 keyword ممكن نستعملها لحد يبقى successful, لان اي حاجة هتحصل في الجيرني دي ممكن تخليك تحس ان انت هتفقد الامل, ولو حسيت ان انت هتفقد الامل بتخش في مود وبتضايق جدا من اللي انت بتعمله وبتقفش على كل حاجه. فلو وصلت للمرحله دي وحسيت ان انت مش عايز تعمل اللي انت بتعمله, يبقى انت كده فقدت الانتربرينورشيب بتاعتك. بس لو you're going through with it, اي حاجه بتحصل غلط بتادجست الطريق بتاعك لغايه لما توصل للجول النهائي بتاعك. الناس بقى الطريق مقفول ومسدود ملوش حل, بس هي persistence من الكي ووردز بتاعت الانتربرينورشيب اظن. True. One last thing, a piece of advice for your younger self. A piece of advice for my younger self would be ما تستعجلش, كل حاجة هتحصل في وقتها الصح. ودي advice لناس كتيرة جدا عشان الجنريشن دلوقتي مستعجل جدا وعايزين يوصلوا للحاجات بسرعة جدا, وده بسبب السوشيال ميديا, لأن كل حاجة ظاهرة حلوة وجميلة ومش عارفين إن عشان توصل هناك الموضوع بياخد وقت وبياخد persistence زي ما كنا لسه بنقول. فكل حاجة هتحصل في وقتها الصح. Thank you, Mazen. That was amazing. So